السلام عليكم، ازيكم اخباركم ايه؟ كله تمام؟ النهارده بنتفسح انا وحبيبي ناصر صاحبي المطعم. طبعا انتوا كلكم بتسالوا على مصعب، ها؟ طبعا بتسالوا على مصعب، هو ده مصعب يا جماعه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مستحيل ايه؟ مش مستحيل؟ طيب النهارده هنتمشى. انت قلت السلام عليكم للناس اللي السلام عليكم مشاركه اخذوني مشاركه. طب وايه تاني؟ لايك ومشاركه. الله الله، ماشي يا عم مصعب. النهارده هنتمشى في المدينه انا وحبايبي، دول احب ناس عندي في المكان اللي انا عايش فيه. يلا بينا ان شاء الله يبقى يوم حلو. بس عاوز اصور لكم بقى الشارع، الشارع جميل جدا. طبعا النهارده الحد كله اجازات، كله نايم في البيت. وايه 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 وهذا الباص خلاص 44. اول مره نسيبه؟ اول مره. هو بدي اعلمك عليه. خلاص ماشي، يلا يلا بينا نبدا الفيديو. الشوارع هاديه قوي خصوصا في الاجازات يا اخي. الشعب ده بيعشق الاجازه، صح؟ يعشق الهدوء، يعشق يوم الاجازه. الشمس مغيمه جدا، خلينا لما ننزل احسن. ناصر ناصر مش لابس ماسك، نسي الماسك بتاعه. حاسس بايه؟ حاسس بايه انت؟ قلبي يرجف والله. خلق. هنا مفيش رحمه. مفيش رحمه هنا، مفيش رحمه. وانت يا مصعب؟ لا انا واخد احتياطات. مش قلقان؟ ما معكش ماسك تديه لصاحبك؟ ها؟ صاحبي مخونه. ها؟ ايوه حالي حطه على عاوز يديله منديل يحطه على، ممكن تشد التيشيرت بتاعك تعمله في البتاع دي. ايوه كده. عارف انت بتحس ان انت عامل جريمه يعني. ربنا يستر. احنا رايحين فين النهارده يا ناصر؟ ده عايز نشتري سياره للمصعب. يا عيني مقرش على قلبه قد كده. كلمنا قال لنا انا رايح اشتري عربيه، تعالوا شوفوها معايا. فربنا يسهل وتطلع العربيه حلوه. اول واحد هيسوقها انا. ماشي؟ لا انا معاك رخصه؟ تركب انت من ورا. خلاص اركب ورا. ومصعب شنطه؟ نحطه في الشنطه. انا اركب انت دايما طالع ايدي من الشباك. ادعوا لمصعب يا جماعه ان العربيه تطلع حلوه، ما تطلعش عامله حادثه ولا بتاع. بقالنا يجي نص ساعه ماشيين. يا عم مصعب انت واخدنا فين؟ بص يا جماعه يعني الدنيا يا نهار ابيض. ماشي استنى لما نعبر. صاحب ليه دايما عند صاحبه حاجات لازم يقف جنبه فيها، صح؟ يعني 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 ينفع الكلام ده يا عم ناصر؟ يعني ندب المشوار ده كله عشان حته عربيه ب 300 يورو؟ لا والله والله العظيم ما ينفع، حرام. عاد حلوان ما جاب لنا ايه؟ والله العظيم ما جاب لنا حتى ازاز حاجه ساعه. وربنا يستر العربيه تطلع عربيه نظيفه، ما تطلعش عربيه بقد تمنها. عربيه ب 300 يورو؟ انا ما اعرفش تمنها، انا بحسبه جاي يشتري عربيه ب 2000 يورو ولا ب 3000 يورو. مصعب. بس شيء عربيه حلوه. ماشي اما نشوف هنصورها. انا اقول يمكن بس دوالي دوالي بكاوتش يعني. ربنا يستر. لفينا لف النهارده انا وناصر حبيب القلب. حبيب القلب. والله لفينا لف كتير. اطلع يا ابني بره. المشكله ان احنا عندنا مشكله. ايه هي بقى المشكله اللي عندك؟ المشكله ان اليوم التيكت انتهى. التيكت بتاع ناصر انتهى النهارده، وخايف يركب اي مواصله لحسن يطلع كنترول ويروح قفش وغرمه. غرامه ايه؟ 60 يورو. 60 يورو. مفيش يام ارحميني في البلد دي. اكلمكم بجد. خرجنا بره، بصوا المحطه عامله ازاي. طبعا احنا يا جماعه ما كناش بنشتري عربيه لمصعب ولا حاجه، احنا كنا بنهزر.
فبنقول له يا عم هنجيب لك عربيه هديه. ناصر قال له هجيب لك عربيه هديه ب 300 يورو. راح ندور له بسكليت بس ما الاصل اصلا احنا كنا رايحين ندور على عجله يعني، بس عجلة. ما لقيناش صراحه العجله المطلوبه يعني. يلا نعدي الناحيه الثانيه. لسه بص بص المدينه عامله ازاي بالليل، شايفين ازاي عدينا وهي حمراء ازاي. انا ماشي، فما كانش في عربيه ولا حاجه، احنا بنهزر معاكم يعني دعابه، احنا بنتريق يعني على العجله كانها عربيه. فين مفيش 44 مفيش ها بعد 39 ده 8 امتى؟ لا تطول تطول ها ماشي 41 يمشي 41 فين 41 9 دقايق يعني احنا ما بصوا القطر هيودينا لحد البيت بعد 32 دقيقه. قال لك لا نطلع فوق ونركب مش عارف مترو ايه ودوخنا معاه النهارده كل ده عشان نجيب له عجله، وطلعت العجله ما تسواش شهاده تعريفه. ده ترى عندنا كان الجو الجو كان شتاء مطر من الصبح يعني هلا ما صار لساعة بطلت مطر. ايوه فعلا ملينا ملينا من الجو ساعة الجو ساعة في المدينه دي بطريقه رهيبه، مفيش صيف لحد دلوقتي، لحد وقتنا هذا كل الناس لابسه لبس شتوي صح؟ يعني احنا اهو انا لابس جاكيت وناصر برضو ومصعب برضو راكب بسكليت خربان. حبيبي ايه رايك في اللفه اللي لففها لنا دي يا ناصر؟ تعبنا واساسا نجيب له هديه بس ما يقبل. والله والعجله طلعت عامله ازاي؟ بايظه مثل مصعب بايظه. قول لي اول ما شاف العجله، استنوا بس يا جماعه، اول ما شاف النيل اول ما شاف العجله عمل ايه؟ صدمنا صدمنا الله يرحمه. ايوه عامل ايه اول ما جاب العجله؟ صدمنا العمل هاي ما لها حد ولا من وراني عجله وراني ما لها. والراجل عاوز كام؟ 300 يورو 300 يورو بيقول لنا ايه هنزل لكم 50 يورو. قلنا له والله لو تنزل لنا 250. لا عجله تعبانه فعلا، عجله تعبانه بايظه. بايظه صح والله. قول لي نعمل ايه بقى في الفرصه بتاع المعلم ده؟ لفتنا مشوار النهارده المعلم الاثنين والله العظيم دوخوني النهارده. تنزل هون ولا على كل ده عشان التيكت؟ عشان التيكت؟ لا ما بدنا نمشي، روح هنمشي؟ لا نمشي فين؟ فيك تمشي وفيك ما تمشي. ما نمشي. لا مش هنمشي. البحيره فين؟ انا ايه؟ لا لسه المفروض ان احنا يعني اغرمهم في تاكسي. المفروض طلعناك مشوار والله كان والناس ما والله اتبسطنا والله العظيم اتبسطنا والله احلى مشوار في البرد ده. يا جماعه الشتاء هنا يعني ما شاء الله، الصيف ما فيش حاجه اسمها صيف هنا في مدينه تركيا صح؟ كل الناس اللي سالتهم في الشتاء هنا في صيف اصلي هنا يقول لك انسى موضوع الصيف ده، بيجي شهر او شهرين ودرجه الحراره 39 يعني باليوم الواحد يجيك الفصول الاربعه مع بعض. يعني هو جو اوكرانيا يعني جو اوكرانيا هو المجنون بس ولا كمان جو المانيا مجنون؟ مجنون وجميل صح؟ يلا الحمد لله. بس طيب اغلق يا عم. مستنيين ال 55 اللي دوخوني عشان يركبوني اتوبيس 55 هو المفروض ان هو هيجي دلوقتي. اوكي الاتوبيس جه اهو شايفين؟ والله يا جماعه ركبنا ثلاث حاجات صح؟ يا نهار ابيض عليكم. يلا يا عم نركب يا عم ال 55، كل ده عشان نسي التيكت بتاع ده، هفضحه عند الراجل السواق. المفروض مصعب النهارده يعزمنا على فرخه مشويه، كل واحد فرخه مشويه. سكر المطبخ الساعه 10 مساء يا عم. لا مطعم انت اكلنا كمان على حساب لسه ما قبضنا المرتب. شفت بقى مصعب بكحه تراب يا جماعه، مصعب بيروح بكحه تراب. ناصر داكي. وناصر جايب بنطلون جديد بص ومكسوف، بعد ما جابه مكسوف، والتاني جايب برضه بنطلون جديد ومكسوف. انا مش عارف طب انتوا جبتهم ليه اصلا البناطيل دي؟ جبتهم ليه يا ناصر؟ جبت ليه البنطلون ده؟ وانت جبت ليه البنطلون ده؟ جبناه لان افتكرتوني وانتوا بتجيبوا الحاجات دي. قلنا لازم نجيب لك واحد مقطع. لا بس انا مش هلبس المقطع، لو جبت مقطع كنت هعمل له بتاع ده. بس يعني ده انا سويته ظبطت. لا 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 يا راجل، لازم حته قماشه سوداء. راحوا اشتروا الاثنين في الاوكازيون، اشترى كل واحد بنطلون ونسيوني شايف، ويقول لك صحابي. قول صاحبي مخونه وقاعد جنبي اهو بتاع اخونه. حبايبي الحمد لله وصلنا البيت. طيب نغرم مصعب بقى ايه؟ لفة فلافل مع شاورما. شاورما؟ تفتكر هيطلع؟ خلاص وصلنا البيت، بس عاوزين نهزر مع مصعب شوية عشان مصعب هو اللي دوخنا كده. قول بقى الحق العرب اللي احنا نعمله على مصعب.
قول احكم على نفسك انت مثلا. هلا لا انت اللي خدتنا وقلت لنا تعالوا هلا اذا في عندك موز نجيب الحليب نسوي كوكتيل بالخلاط. والله العظيم انا ما عندي موز لكن عندي لبن. لبن عندنا لبن. طب كلنا عندنا حليب. يبقى خلاص انت عليك الموز بقى بكره بقى لما ليدل يفتح. ايه رايك؟ خلاص هنغرم مصعب بقى ان شاء الله. اشترينا خلاط جديد. بس اشترينا خلاط جديد. والله كريم يعني ان شاء الله باذن الله. لازم نجرب. طيب. سيارة. احنا كده وصلنا. خلينا نقفل الفيديو دلوقتي معلش صارناكم. والفيديو الخفيف دون. يلا السلام عليكم. مشاركة. يلا. سباور. لايك. لايك. يلا السلام عليكم. دخانك عمانة. دخانك عمانة حبيبي.